صباح الخير بنات، لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ اليوم ان شاء الله غادي نبداو الفلوغ ديالنا بحال قلت لكم ديك النوبه. دونك اليوم نهار الاول 9 فيفري، راني في كونجي ماتيرنيتي وصافي. غتسالوا معايا على ما يجي حرق ديالو بدا تما غادي نحبسو. المهم هاد النهار عندي شويه تاع لي كورس ميدار، عندي لاسيغ، عندي نغسل الطوموبيل، غتشوفوا معايا هادشي كامل. سلامة. ديك الشنطه موراي، الشنطه اللي موراي فيها سلو اللي تاع الولده اللي عاد خاصني نوجد. لا هو موجد، عاد خاصني نشوف كي غندير له، مازال ما عرفت. صافي، المهم هادشي اللي كاين. نشد عليا الطوموبيل. المهم انا دابا حدا الكونسولا دي ماروك، ما عرفتش غيبان لكم لا ما كاينش، ما تبانلكمش من هنايا الدغابو تاع المغرب كيتسارى. دونك درت هذا، مشيت لاكسيون، مازال ما ساليت. غادي نمشي ندير لاسيغ دابا باش ندخل في حالتي بكري للدار، بدا كيشدني الحرق في داري شويه. واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكمش، يمكن في هاد لا فيديو هادي غتشوفوا الحوايج كيتعاودوا بزاف. ما تعرفوش واش النهار تبدلوا ولا ما تبدلوش. لو ما النهار كيتبدلوا غير الحوايج ما بقاوش كيجيو قدي، وبيان سور ما مشيتش شريت الحوايج. دونك يمكن تلقاوني هاد الكبوت كنلبسو بزاف، كبوت حتاني كحال غتلقاوني لابسه. المهم هاد النهار شنو لابسه؟ سبرديلا فوالا 2 دوغري اليوم. المهم انا ما فيهاش البرد، لي زهرمون. يلا نمشي ندير دابا لاسيغ ديالي ومن بعد نمشي نغسل طوموبيلتي. الفليغات على الوريضات اللي كنت درت في الفلوق التالي اللي سقتهم في الحيط، مشيت هاد النهار الاكسيون ما لقيتهم. دونك غنمشي دابا واحد الاكسيون واحد اخر، خلي الطوموبيل تغسل وغنمشي الاكسيون نقلب على الوريضات ونعاود نرجع مول الطوموبيل. بعد من 8 حتى 4 اختكم في الزنقه، دابا جات وقيت هاد الحداقه. غنجمعو هاد لي كورس، هادشي هذا، نقادو الثلاجه، نقادو بلاكار، نتلاقاو. قبيله خرجت في النص نتاع الجميع، باقي ما كملتش الجميع ودخلت. دابا هادي 8 فيها الحريق، ما عارفاش واش لتحت ولا كرشي ولا مصرني. المهم الحريق في كرشي كامله، جو سي با سي كو. باقي ما صوبت الدراج اللي شريت، باقي ما صوبت سلو، باقي ما جمعت الكوزينه حتى حاجه. المهم نشوف الا داز غادي نوض، سينو غنبقى مجبد راسي بكبوط. دخلت من الزنقه كاو 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 ان شاء الله. المهم شي بدا كيجاد، قلت غنطلع نبدل حوايجي ونهبط نصوب الدراجي باش اوكاو جات فريمون الحريق نلقى مندي معايا لا كلينيك. كنت اولا ندير لكم فيديو على داكشي نتاع الدراجي اللي غادي نوجد، ويني جو بونس با. المهم جيسبر انه يتكلم هادشي دابا. المهم سلامة. ودابا هادي جوج الصباح كنصوبو سلو، جابت لي ماما زيت التصوير في علبه. كان بون هكا بيدي، وباش غادي نهبطو هنايا باش يمكن لي نقطعو. غدا نعاود نوريكم. صباح الخير، اليوم النهار الثاني، نهار الجمعه. البارح الحمد لله تكرم الحريق، واخا واحد لقيت جهاد وتخلعت، بغيت كنقول ويلي انا نركب وانا جالسه كنشري باش نشري اللي خاصني من هنا ولا انا وسيدي نزق والده وما دايه معايا والو. دونك صوبت ديك الشيء والما في الكوزينه، كنصوب الدجاج. دجاج 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 اكره حاجه عندي انني نصوب الدجاج، حيت كنتم تعرفوا انه ملي كنت يلاه تجوجت عام وانا ما كناكلش الدجاج،
كنقيه كنشريه ونقيه ونطيبه ونوكلوا العباد الله. وانا ما كناكلوش تيرمو ما كنقدش كيجيب الله انني ما غسلتوش مزيان. دابا عاد بديت كناكلو. قلت لكم البارح خلاص دابا غنقي الدجاج داكشي. البارح بقيت حتى جوج ديال الصباح منيش الحريق ما كاين صافي مشى. قلت ليلى نوض جمع الكوزينه وكمل داكشي. المهم جمع ديك لي كورس كاملين. قديت البلاكار كيف ما انا كنت باغيه نقادو نوري لكم دابا دغيا وصافي. دابا مازال كتجمع مكيتسالاش مكيتسالاش. كل طبقه درت فيها حاجه. الا بغيتو تشوفوا اون ديتاي زعما كيفاش كنجمع ولا البلاكار ديال الكوزينه ولا شي حاجه ما عنديش مشكل انني نبارطاجيهم وصافي. هادشي اللي كاين. المهم انا عجبوني غير هاد اللعيبات هادو اللي شريت البارح من اكسيون. صباح الخير. البارح ما صنابلت لكمش لان ايناس مسكينه كانت مريضه جاتها بون مازال فيها مي مهم حسن غاسترو دونك غير كترد اللي كلاسها كتردها وداكشي. دونك ما كانش الوقت اننا نسنابيو. دابا يلا لقيتوني غادي ديكشي تاع الدراجي اللي شفتوني كنصوبو البارح غادي نفيلمي لكم اليوم فيديو ان شاء الله. كومسا غادي تشوفوا لانه ملي بارطاجيتها في سناب شات كلشي طلبها مني. قلت صافي غادي نفيلميها. ما عرفتش واش غادي تشوفوها قبل الفلوغ ولا من بعد الفلوغ. المهم اون فيغا لان القضيه تاع المونتاج شويه صعيبه انني ندير المونتاج هاد الايام هادي. صافي المهم بغيت ندير لكم كوكو هاد النهار. واليوم نهار السبت ما تنساوش. اليوم نهار الحد كيخدم حد. دابا راني غادي لا كارد دو ميدي نمشي مور شي ضياف جاو عندي كيعجبكم اللون ديال شعرها. يلا دوفيني شكون هي. واخا مابقاش ديك اللون مابقاش ديك الشعر مي فوالا غادي مورا غو غو. ما وليتهالكمش تاكل الزيتون دير لهم كوكو. صباح الخير. اليوم لاندي 13 فيفري باقي ما كاين شاي. جينا مصبحين على الشوبينغ نديرو شويه نتاع لي زاشا في ام مسكينه. المهم حنايا في الدوكس هاد النهار كنساراو. وعاد كانت عندي الغونديفو نتاع الميتسا مع الجوج غيقول لي واش كاين شي تغيير ولا ما كاين حتى شي تغيير. المهم حنا نص نص نقول يمكن شي تغيير يمكن ما كاين شي الله اعلم. دونك الميديسان مهم اوفرت ان دوا لو كول اي لي مو اي لي كور دونك ممكنين تقدمات صافي دير بينا كنقربوا. واخا حنا قربنا نسالي بتاع الشهور يلا عاد بجينا كنقربوا ويني ميو فو سا كو ريان. صافي نمشيو للدار ناكلو. هاد النهار طيبه مقفول. المهم جا الناس عجاد مراكش غادي يعرفوا هو اللحم بالبصله ومطيشه والقرفه وما بقاتليش القرفه. يلا تفكرت عاد دابا نو علاش اصلا القرفه نو حق الله هادير مقفول بالقرفه شويه تخدم هادو. المهم اون فيغا اش غنديرو. يلا عاد دابا عاد تفكرت القرفه ما كايناش. المهم مزلي شويه ديك شويه يمكن غادي يصلح. صافي هادشي اللي كاين. قلنا هاد النهار يمكن غنولد اجيو نسيقو الدار. حنا جالسين كنسيقو. المهم حنا جامعين وكنسيقو نسيقو 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 نسيقو. غدا غنرد عليكم الخبر واش كاينه شي حاجه ولا والو. عشاتنا تحرقات هاد النهار خليت وئام تقابل الشاي ليا. ها هو دا كحلة كحلة والشاي ليا مشات بقينا بلا عشا. صباح الخير. اليوم نهار تلات مكاين شاي. نطلع الريدو هاد التراس طلع لي حميبات. المهم البارح بالليل جاني شويه ديال الحريق جون فريمون كنحس بحال واحد الضو كيضرب. المهم واحد الاحساس خايب تديت كنقول مع راسي ليلى واش متاكده انك ما باغيش دير بيريدورال. المهم دخلي ديك شويه الشك في راسي. المهم بقيت جالسه مكمشه حتى نعست. راجلي وي ام بقاو جالسين كيتسناوني زعما صافي يلاه دابا غنمشيو حتى لقاوني نعست. ديكو زعما مشاو نعسو
دابا لقيتوني فقت مع طلع هضنا لا كلاس ماتيني قلت نرتاح ايناس في ديكول وانا كنفنوج الفطور احبيبه شنو دونك انا دايره بان بيرغي دونك الخبز اللي كيبقى كديرو في البيض وفي الماء البيض والحليب وكتقليه في الزيت صافي هادشي اللي كاين هاد النهار حرقنا غداتنا طيبنا اللوبيا حرقت انا اللوبيا طيبنا المهم حرقات غداتها باش حرقنا حنا غنشوفو دابا او ما تحرقاتش انا سقات سقات شنو بقى فيها لا انا عاوش مازال شي حاجه كتحرق والله انت والله ولا قعدت نجرى قعد لي هنا الكاميرا ماشي لي سين سين خلو بصافي قطعي قطعي علينا دابا داكشي بقات غير الكاميرا ما تعرفش تشوفينا تعرفينا لا ايوا من بعد ما حرقنا غداتنا ومهم صوفينا اللي يمكننا نصوفيو دابا غادي نمشيو مور ايناس غادي نمشيو موراها على جينا وي ام صوفات فوالا دونك نمشيو مور ايناس على جينا المهم خرجنا نتمشاو ويتو شويه على الله على الله تحرق شي حاجه ليكو ديال ايناس بعيده 4 كيلومتر قلتو في السناب دابا وي ام كتقولي قلتي في السناب وي سناب بوحدو والفلوق بوحدو وحنا خايدين المهم انا شفنا في هاد النهار كسيوه وهذا ان توكا الجو زوين وماكييت هاد النهار داك المكياج باش نولد بحال المصريين الا جا شي حرق دولدان نكون واجدي كل لوجه مقاد وديك تقول هادي واش ماكيات عاد جا الحرق لا فقت وماكيات وقلت يا ربي جي الحرق هاد النهار عرفتي و كنتمشاو فهاد لي شون هكا و كاين العودان و كاين داكشي هداك جاتني ريحة تاع المدينة ديال فاس عرفتي ملي كتسراو في فاس و كتكون هكا ديال العودان وي أم خير سنة تمشاو أحبيبة عرفتي النهار لي كانت في أم حبلة و سماعيل المهم تعطلات بحال هكا جيت و أنا قربت نمشي و هي باقي مولدات بحال هكا دابا لي واقعنا خبطنا واحد النهار و تمشينا المهم الناس لي في فاس غنقولكم من طريق عين الشقف حتى لافيات حتى الماكدو على رجلينا عتي المهم جا الليل تا جا الوجع وديك الشيء تا ولدات حنا غنشوف حنايا هاد النهار وانا غير 4 كيلومتر بارك عليا صباح الخير صباح الخير صباح الخير اليوم نهار الاربعاء 15 فيفري يا غيا يسعد دابا عاد واحد ماغازان ان فيت شفتو شوف انترنت كوا فيسبوك شو كونوت كيدير لي شو فوري انا نوريكم دابا شريت وغنوريكم شنو خديت فوالا اش اللوغو اللوغو ماد شو كونوت كاين في سان جيل دا بوغ دوال فوالا هادو كراميل هذا فيغيرو هادي بوم وحده بواغ وحده ماندارين سي سوبر بون جدا بزاف فيها كراميل كريم او بير وديك لو شو زوين زوينه بان اورو 50 هادي وحده هادي صغيره بان اورو 50 على حسب لو على حسب لو كو وصافي هادشي جالسه كنصوب صابلي وكنشرب كويس ديال القرفه غليت عويده ديال القرفه على الله يمكن توقع شي حاجه هاد النهار صباح الخير اليوم نهار السبت
ما كاين شيء، لا اطلي الولادة لا حرق لا حتى شي حاجة. انا جالسة بون كملتو معايا الخميس وخميس 8 ايام 9 ايام 10 ايام كملتو معايا 10 ايام فهاد الفلوق هذا. باقي ما وقع شيء مهم، كنا كنوريكم شي حوايج صغيره لان ما كاينش ندخل لكم في نهاري بزاف، ما غاديش اون فيت لا فيديو غادي تكون طويله بزاف، دونك نعطيكم غير المقتطفات نتاع نهاري. صافي اليوم يلا فقت كنرتاح عطيها النعاس، دايو الخميس والجمعه ما خرجش من الدار، اليوم عاد غنخرج المهم غير نعس غير الراحه والاستراحه، الراحه والاستراحه. بيبي وشو عجبها الحال سخيخنا صافي هادشي اللي كاين. وجالسه في الشميشه حاضيه ايناس وسمعي جالسين كيلعبوا كره وانا جالسه حاضيهم كنشمش شويه الهواء وكنتشمش وكنرتاح. كريم بو فيزاج وانا انا نجي ندير شنو تحت الموري وخلي لي ما تبينينيش. لا عاود غادي الماكي دابا هي هذه تاع بيوتي ما صوروها لكم هذه واعره 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 زعما مازال فيها غير شويه تعجبني ريحتها زوينه ما عندكم كي ديروا تشموها ولينا تيكستور واعره ديك تيكستور جيل اللي مازال شويه كتبقى كتخبل خاصني ندير غير شويه. هذه لاكود الحجبه ديال هدا بيوتي لاكود الحجبه تشفران تو فيدير تشفران وي فوالا هاد لاكريم هادي تاع بيوديرم اكوا سورس الي توب توب توب. مخرجات فيرسيون جديدة فيها اس بي اف كتحمي من الشمس مو هادي هادي واعرة بزاف. بون ها الماكياج درناه درت هنايا هاد النهار بهادي تاع وي ام تاع تو فيس لا باليت كونتور كاكاو كونتور واعرة ان توكا انا جادور اللوانات. هنا الهايلايت ديالها تا هو زوين صورت عيني غير فرا بوبيار بي سو تاعيني ومازال فمي ما عرفتش شنو غندير فيه الى لون صافي نوريكم لا باليت. اب هي هادي بون انا اللي خدمت هذا ميديوم موكا وهذا هو اللي درتو هايلايتر وعندها هاد لا باليت هادي ديال ناقص هاد الفراج وهذا مي اموريهم اللي درت قولوا لي درت فوالا هاد الفراج وهذا مع هاد الجوج هادو وي عطا هاد لو ريزولتا. انا جيم بوكو لوانات هكا خلاص لونتيسان دايره هذا ديال الاستو ها هو لونتيسان شنو فيغ هذا نتاع استيلو دو غسوين عمركم ما تعليش شتوني دايره اللي دايره الاستان فوالا وخلاص الفون دو تان تاع استيلو دو راكم عارفينو واني بحال قلت لكم بلا باليت نوريكم الى باليت نوريكم الى باليت تاعي دي هنايا هنا فين دايره لي باليت ديال المكياج ولا باليت هي هي هادي نيكد باديك ولا خدمت هاد اللون هذا وهذا اي ان فان دو كونط لاكا اللي درت هو فلوخت نتاع هدى بيوتي وي ام شو ديس سبايس 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 انشوف انشوف ولينا لا بغيت صباح النور اليوم نهار ثلاث ان شاء الله مازال ما وقع شيء شنو وقع ما وقع شيء. مشيت البارح عند الميدسان تيقول لك لو كولي فافورابل دونك تحليت دو دوا سي تادير هكا 3 سنتيمتر هادي جو بونس 3 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر وليني خاص شي حاجه تجي ديكلونشي وديك الحاجه اللي غادي تجي وغادي ديكلونشي سي ضربي بوحدو اللي كيعرفها وباقي ما بغاش تجي. دونك هذا هو نهار ثلاث ديك شي زعما هادشي البارح. اليوم غنخرج انا وماما دابا شويه المهم غادي نفطروا عرفتي في الجو ما جبت معايا واحد الرغايف غادي نفطر ديك الساعات غادي نخرج عاوتاني للزنقه بيان سور ما عندناش فين نخرجوا غير الزنقه باش نديروا كيلك كورس باش نشريو فويلات حميمات بزاف النفيسه خاصها تاكل ديك الشيء هذاك غنمشيو نشريو ديك الشيء هذاك ان شاء الله نقلبوا عليه في بوكسيل. انا وصلنا الكولي هذا من عند اوكتولي المهم انا اختاريت مي جو نختار غير الحاجات اللي كيعجبوني دونك اول حاجه هو هذا الماسك نتاع كلام جلو ما عمري ما جربت بون جربت ايشونتيون الصراحه وعجبني اول نشري ملي لقيت هذا ايدغاتون قلت اوكي غناخذو غنجربو. هذا سي نتاع جيفانشي سي ان فيكساتور يونيفرسال نتاع الحجبان المهم هذاك اللي تيكون ترونسبارون اي باش ما كيبقاوش زغبه طالعه وزغبه هابطه ملي كتخاصيهم بون قلت غيصلح غادي يصلح. خديت هادو اللي كيعجبوني دائما هذا نتاع سيفورا
هي هذه لا طات اللي دايره في دي تري تري فونسي. المهم كاين غادي يقد عليها كاين اللي ما غاديش يقد. هنايا لا كريم بيوديرم سي اون كريم اونتي اج فيها اس بي 25 كتير نعطيها لماما الصراحه حيت المهم عجبتني ولكن قلت اونتي اج نعطيها لماما. هادي هادي بحال لا كريم اللي كتعجبني ديك اكوا سورس ديالي اللي عندي جيل هادي كريم عندي تكستور كريم سا طون بيان باسكو خرا تسالات دونك هادي ورا شنو اخر مازال وي ما مارك فابوري هاد لا مارك هادي اللي كنحمق عليها في لي سوا واللي جا عندي دابا هاد الايام هادي كو سوسو ماما ولا وي ام كلهم عجبتهم عجبهم لي سوان ديال استيلو دو واعلم. دونك هادي لا كريم كونتور دي زيو هي صغيره 15 مليليتر صراحة اوغوزمون لي غراتوي لانه كانت بثمنها ما كنتش غادي نشريها صراحة بالثمن دايوغ كنت مأزيتي اصلا كنت كناخد غير لي زيشونتيوم اللي كنت كنخدم مي هادي كدير واحد 50 اورو تعيدي ولا 60 سي بو صراحة بالنسبة ل 50 مليليتر غالية. و بالتالي كاين هاد لو بارفان هذا هذا شفتو كنت شفتو عند اشراق من لاشين اشراق سيزيتول كانت تاهي خداته من عند اوكتولي و كانت خاطر ريحتو زوينة فيها الريحة ديال العود فوالا هنا اي حاجه قولي فيها ريحه ديال العود كيعجبني العود وهذا فريمون ريحتو ديال العود وريحه مجهده قالت لي ماما هذا البارفان اللي غادي ديرو نهار الجمعه ملي تكون مبخر الدار و جونغ تنسى تشوفا باسي اين ابيرشي مع البخور مع الريحه ديال الدار مي بوغ شاك جور صراحه شويه مجهد مي فوالا بوغ الناس الكبار صراحه انا ما غاديش نديرو دونك هذا بصح حسك ماما مازالين نهار ثلاث جا شويه الحريق شويه مي كاين ايناس خاصها غدا نوجد لها لي كريب قلت غادي نمشي نوجد لها لي كريب ديالها حيت غدا غيديروا لافي ديال الكرنفال وصافي هادشي لي كاين المهم نقصهم عليا دابا خلفوا لكم القضيه بدات كتحمر شويه قلت غادي نجي ندوش نتوضاو الوضوء الكبير خاصناش نساوه كاع في الواحد الموت والحياه بيد الله كوم سمشوا اعتذار ربي مقادين خلاص الصباغه وديك الشيء ما دايراش ولا نسول غير في نسول غير اللي في رجلي جوبونس دايراها صافي المهم ونشوف يمكن ينقص الحرق بدوش يمكن ينقص صافي هادشي اللي كاين دابا ابري غنمشي نشوف ديك الشيء الطبقي الاخر واش كلشي مجموع نقاد الاناث حوايج ديال الغدا الكارطابل كوم سيكون كلشي مقاد ان شاء الله. ما عرفتش واش قلتها لكم قبيله ولا ما قلتها لكمش مي البارح مشيت عند الميدسان قلبني درت معاه انه الخميس ان شاء الله لو 23 غادي نديكلونشيو لانني وصلت لو تيرم وصافي عييت وديك الشيء وتبارك الله البيبي كبر دونك بريفي ان شاء الله بوغ جودي 23 دونك الا ما ولدتش هاد النهار ولدت غدا راه نهار الخميس سي سيغ فوالا دابا غندوش. صباح الخير صباح الخير فوس اليغت فوس اليغت كانت هاد النهار ماشي هاد النهار البارح المهم لي دوشت ديك التدويشه بحال اللي قالت لي ماما قالت لي هاد المرايه هادي خاصها تمسح منها قالت لي ماما قالت لي زكست الحريق بردتو مشى دونك ما كاين شيء هاد النهار ما كاين شيء لقيتيني غادي نماكي المهم شي نمشي ماكياج زعما شي ماكياج غادي نخدو وجهي وغادي نخرجو دابا انا وماما نمشيو مع ايناس نمشيو لاكسيون ونمشيو لزهرة هذا هو البلان تاع هاد النهار. سلامة صباح الخير اليوم نهار التالي ديال لو فلوغ المهم حنايا دابا في لا ماتيرنيتي اوب لا لا انتما ليكتروكارديوغرام المهم لابسه لا بتيت فيست الغريبه والعجيبه خاصني نزيد في الصوت نتاع ملي يكون كندير المونتاج سي سيغ مونيتورين صافي المهم دابا غادي نديكلونشيو غادي نقول لكم باي باي.